ثلاثة طرق ناجحة ومختلفة لعمل سلايم، أغلبيتها بدون غراء وبدون محفز. إذا لم تنجح معك الأولى فغالبا سوف تنجح معك الوصفة الثانية. تابعوا المقطع للأخير ولا تنسوا دعمنا بلايك. مرحبا بكم أصدقاء القناة في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نستمر في سلسلة عمل وصفات المتابعين، ولدينا ثلاث وصفات مختلفة لصنع السلايم. قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك واللايك للفيديو، ولنقوم بتجربة الوصفات مع بعض. الوصفة الأولى من عند حسين محمد، والثانية من عند سلايم إلهام، والوصفة الثالثة من عند كونان. لنبدأ مع الوصفة الأولى الخاصة بحسين، ومكوناتها هي الصابون، الدقيق، والزيت، والملون. المهم سوف أقوم بأخذ إناء فارغ وسوف أستعمل الصابون. أنا سوف أستعمل صابون الأيدي كي يختلف عن المكونات الوصفة. المهم سوف أقوم بأخذ مقدار من الصابون الخاص بالأيدي، بعد ذلك سوف أقوم بأخذ مقدار من الدقيق الأبيض. كما تلاحظون سوف أستعمل 3 ملاعق صغيرة أو 4 ملاعق كما تلاحظون. بعد ذلك سوف أقوم بخلط المكونات كما ترون. سوف أستمر في التخليط، والآن سوف أقوم باستعمال الملون. سوف أستعمل اللون الأخضر كما تلاحظون، وسوف أستعمل هذا النوع من الألوان لأنه رائع جدا. عفوا، إذا وصل هذا الفيديو إن شاء الله ل200 لايك سوف نقوم بعمل في الفيديو القادم إن شاء الله 3 وصفات لصنع السلايم بدون لا غراء، بدون محفز، بدون ماسك، بدون أي شيء. 3 وصفات طبيعية والموجودة حاليا لصنع السلايم بدون تلك المكونات. إذا ادعموني في الفيديو، بارك الله فيكم. وإن قمت بإضافة المزيد من الدقيق كما تلاحظون، كما ترون، سوف أقوم بالتخليط. الآن سوف أقوم ب كما تلاحظون بعد أن تماسك معي السلايم، قمت بإضافة الكثير من الدقيق. المهم قمت بتقطيع المقطع لكي لا يكون المقطع طويل. كما ترون الآن تماسكت معي جميع المكونات الخاصة بالسلايم، والآن لنحل مشكل الالتصاق سوف أقوم باستعمال الزيت. كما ترون سوف أستعمل الزيت كي لا يلتصق معي السلايم، وكانت هذه هي النتيجة الخاصة بالسلايم. كما ترون السلايم ناجح، والمكونات سهلة جدا ومتوفرة في كل مطبخ وفي كل بيت. كما تلاحظون قمت بإضافة الزيت كي لا يلتصق معي السلايم في اليد، والآن سوف أقوم باللعب به كما أشاء. هذه من أفضل الوصفات التي لا تحتاج للغراء ولا محفز ولا أي شيء. تابعوا معي المقطع للنهاية. إذا لم تنجح معك الوصفة الأولى فسوف تنجح معك الثانية، وإذا لم تنجح معك الثانية فسوف تنجح معك الوصفة الثالثة. كما تلاحظون السلايم أعجبني كثيرا، والآن لننتقل إلى الوصفة الثانية الخاصة بسلايم إلهام. سوف تظهر أمامكم، والمكونات الخاصة بها هي صابون الأواني والغراء، وسوف تضعه في الثلاجة ساعتين. نقوم بتجربة هذه الوصفة مع بعض ولنرى هل سوف تنجح معنا أم لا. المهم قمت بأخذ مقدار من الصابون الخاص بالأواني، بعد ذلك سوف أستعمل الغراء. إذا لم تتوفر على الغراء فقم باستعمال اللصاق المطرسي. في هذه الوصفة كما قالت صديقتنا إلهام لن نستعمل المحفز، سوف نستعمل فقط الغراء والصابون ونضعه في الجو ونرى هل سوف ينجح أم لا. المهم ليس ضروري عمل إضافة الغراء الأبيض. الآن سوف أقوم باستعمال اللون الأحمر كما تلاحظون، لأن الصابون أحمر، لذلك قلت لما لا أستعمل اللون الأحمر كما تلاحظون. والآن سوف أقوم بخلط المكونات مع بعض. سوف أخلط جميع المكونات، وسوف تجد مقال في أسفل الفيديو خاص بموقعنا. موقعنا به العديد من الوصفات الخاصة بالسلايم، قوموا بزيارته في الأسفل. والآن سوف أقوم بعرض بعض التعليقات الجميلة الخاصة بكم من الفيديو الماضي، رغم أنني لم أجد الكثير من التعليقات. اكتبوا لي المزيد من التعليقات، فقط وجدت 5 تعليقات هي الجميلة من الفيديو الماضي. المهم كما تلاحظون الوصفة الآن سوف أقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ساعتين، وسوف أنتقل إلى الوصفة الثالثة والوصفة الأخيرة من عند كونان. المهم المكونات كما ترون الشامبو والصابون والغراء والمحفز كما تلاحظون، وسوف أستعمل اللون الأصفر في هذه الوصفة. المهم قمت باستعمال الآن الشامبو كما ترون، الشامبو الأبيض، قمت باستعمال القليل فقط من الشامبو كما تلاحظون. المهم لا تنسوا زيارة موقعنا، سوف أضع لكم مقال مفيد جدا عن طريقة صنع السلايم في الأسفل. المهم الآن سوف أستعمل فاندوشين كما تلاحظون، لن أستعمل الصابون لأنني استعملته في الوصفة الثانية، لا أريد أكثر من الصابون، أريد التنويع. مثلا الوصفة الأولى قمت باستعمال صابون الأيدي، والثانية استعملته صابون الأواني، وهذه سوف أستعمل فيها الفاندوشين. الآن قمت باستعمال الغراء، يمكنك استعمال بدله اللصاق المدرسي.
المهم قمت بأخذ مقدار من الغيرة، وفي الأخير سوف نرى الوصفة الخاصة بإلهام هل نجحت أم لا. يبقوا معنا في الفيديو للأخير، مباشرة بعد هذه الوصفة سوف نرى السلايم الخاص بإلهام هل نجح أم لا. المهم قمت بخلط المكونات كما تلاحظون، والآن سوف أقوم باستعمال الملون. سوف أستعمل اللون الأصفر كما تلاحظون، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. لم يتبقى لنا شيء إن شاء الله للوصول إلى 50,000 مشترك على القناة، ولنبدأ بعمل المسابقات لكم على السلايم. لم يتبقى شيء، تبقت فقط تقريبا 3,000 مشترك، فلماذا لا تشاركوا المقاطع مع أصدقائكم لنصلها إن شاء الله بسرعة. والله أتعب كثيرا من المونتاج كما تلاحظون. الآن سوف أقوم باستعمال المحفز بعد أن تماسكت جميع المكونات، وبعد أن قمت بإضافة اللون. الآن قمت باستعمال المحفز كما ترون، وسوف أقوم بخلط المكونات جميعها مع بعض. الآن بدأ السلايم يتماسك معنا كما تلاحظون. بعد إضافة المحفز يمكنك استعمال أنا استعملت محلول العدسات لأنه هو الذي توفر عندي. أنت يمكنك استعمال محفز لديك كما تلاحظون. قمت بإضافة السلايم وتماسك كليا كما ترون. السلايم أعطاني قواما رائعة جدا ولون أصفر خرافي كما ترون. الآن سوف ألعب بالسلايم كما أشاء كما تلاحظون. السلايم الأول نجح، والسلايم الثالث الخاص بكون أيضا نجح، وسوف نرى السلايم الخاص بإلهام في آخر الفيديو هل نجح أم لا. كما تلاحظون السلايم مطاطي جدا، يمكنك العمل به البالونات وكل شيء، يمكنك أن تلعب به كما تشاء. كما تلاحظون النتيجة رائعة جدا وخرافية، لاحظوا معي الجودة الخاصة بالسلايم رائعة جدا من الطراز الرفيع كما ترون. والله رائع جدا، أتمنى لكل واحد منكم أن يجرب هذه الوصفة الخاصة بهذا السلايم كما ترون. والآن سوف أقوم بتغطيته وسوف نرى السلايم الخاص بإلهام هل نجح أم لا. كما تلاحظون السلايم الخاص بإلهام لم يتماسك، لكن عندي الحل. كما تلاحظون السلايم لم يتماسك لكن لدي الحل، سوف أقوم بإنجاح هذا السلايم إن شاء الله. المهم قمت بإضافة تقريبا قليل من محلول العدسات وبكربونات الصوديوم، بكربونات الصوديوم اختياري. المهم قمت بإضافة محلول العدسات هو الأساسي والمحفز الذي سوف يجعل لنا هذا السلايم يتماسك كما تلاحظون. المهم السلايم نجح معنا، شكرا لك يا إلهام على الوصفة. السلايم نجح كما تلاحظون بعد إضافة المحفز. طبعا الثلاجة ليست محفز، لا يمكن أن أجعل السلايم متماسك. المحفزات هي البوركس والمحلول العدسات والدينكار فقط هي التي تجعل السلايم متماسك. كما تلاحظون السلايم نجح أيضا وأصبح بقوام السلايمات السابقة كما تلاحظون. أتمنى أن تنجح معكم هذه الوصفة لصنع السلايم. كما تلاحظون جودة السلايم خرافية جدا. وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن يعجبكم المقطع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وأراكم إن شاء الله في الفيديو.